مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم معنا. ومن هذا المكان اليوم غنسمعوا قصة ديال سيدة شابة مازال صغيرة اللي تعذبات في حياتها واحد العذاب اللي كبير، يعني تعرضت للاغتصاب، تعرضت للحريق. كانت ملي كانت هنايا في المغرب عندها كيوسك كتبيع وتشري فيه، شوية الكيوسك تحيد ليها، سال ليها العقد. كانت دارت في السكن الاقتصادي بارتما دافعة فيها كتخلصها بشوية بشوية، بارتما ديال السكن الاقتصادي. شوية الأم ديالها مرضات، ملي الأم ديالها مرضات هاد السيدة بالقلب، هاد السيده الا غلطت شي حاجه غير صحي لي ماشي مشكل، الام ديالها مرضات بالقلب. هاد السيده اضطرات انها ترهن الشقه ديالها وعطات شيك في 9 مليون باش ممكن تعالج امها، والحمد لله حتى حاجه ما خسرها في الوالدين. الام حاليا راه صحيحتها على خير، لكن هذاك الشيك ديال 9 مليون ما لقاتش باش تخلصوا، فاضطرات انها تمشي للسعوديه باش انها تقدر تخدم كمساعده بالبيوت وانها تجمع هذاك المبلغ وباش الدار ديالها ترجع ليها. ومن تما بدات المعاناه ديالها، مشات للسعوديه خدمات على حسب القول ديالها، خدمات باحد المنازل، مشات على اساس غتخدم على 5 ديال الناس في البيت، مشات لقات فيرما فيها 120 واحد على حسب القول ديالها. ومن تما قالت بدات المعاناه ديالها، تعرضت للحريق 22 يوم وهي بالجوع. كانت يعني صاحبة المنزل على حساب القول ديالها دائما كانت كتجبرها انها مهم تمارس الجنس مع الاولاد ديالها على حساب مزال غتفرق. قالت كانوا ولادهم كيتعلموا فينا حنايا، للاسف هذا الشيء كيحز في النفس. تعرضت لاغتصاب، هربات، تلاقات مع واحد المصري هو اللي داها القنصليه، عطاها قالت لك 5000 ريال بالفلوس ديالنا باش قدرات انها تدخل البلاد، وكتعاني واحد المعاناه اللي كثيره بزاف، ومازال الضرر النفسي لحقها. ودابا الدار ديالها معرضه للسيزي، دارت كروسه كتبيع فيها الديسير، كنعرفوا حنا مع جائحه كورونا مشات ليها الكروسه. المهم غنخليه هي تحكي، لان القصه ديالها مؤلمه ومؤلمه بزاف. السلام عليكم اختي، انت ما بغيتيش باني بوجه مكشوف، وبطبيعه الحال من حقك. واخا قبل قولي لي الرقم ديالك هو الاول، الرقم ديال التليفون 06-60-70-64-89 06-60-70-64-89 هذا هو الرقم ديال السيده للمساعده. احكي لنا القصه ديالك، رفعي صوتك شويه الا ممكن. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا املي في الله سبحانه وتعالى والمحسنين كبير. انا ام عازبه، عندي وليد كنت نخدم عليه، كان عندي الكيوسك، كنت عايشه به خير، دفعت في السكن الاقتصادي، سالت لي الكونترا ديال الكيوسك لمده 3 سنين. في الوقت اللي انا دفعت الشيك ديالي للوالده في الكلينيك كان عندها عمليه ديال القلب، من بعد رهنت داري باش نكمل، الحين تي ما بغيتش ندخل الحبس، كيهدوني الكلينيك بانه يدفعوا لي الشيك ديال البنكه. المهم داكشي اللي عندي جمعته، وجمعت ورهن داري، وجمعت من هكا ومن هكا، بعد داكشي اللي عندي شويه ذهب، كان عندي سلسله خواتم، طلبت من عند الناس، خلصت امي العمليه الحمد لله، حتى شي حاجه ما خساره في الوالدين. من بعد ما لقيتش الخدمه اضطريت انني نمشي للسعوديه، مشيت السعوديه على اساس انني باش نخدم في الديور. في الديور مشيت بعقد عمل. عن طريق سمسار. قال لي هاد الناس اللي عمرها دار على 5 الناس، مشيت نخدم عليهم، لقيت ملي مشيت لقيت 120 واحد في الفيرما. في المطار تيتحيد لك الباسبور، تيتحيد لك الوراق، تيتحيد لك التليفون، يعني مختلف انواع التعذيب شفتها في السعوديه، اغتصاب، ضرب، جرح، حريق، ما كاينش النعاس، كنعس ساعه في النهار. انا ماشي بوحدي، انا وواحد الهنديه، ساعه في النهار يعني في الليل وفي النهار. كنمشي ما ديش معايا شبشب ديال البلاستيك، كنمشي في الرمله. ملي دخلت المغرب كانني سارحه للجمال، كل شق فيه ميت تفلحوا لك رجلين. واخا هادو اثر الحريق في يدك، هادو اثر الحريق ديال في اللحم ديالك وفي رجلي. شنو كيفاش تحرقتي؟ هما تيشدوا اللبن وتيطيبوه في السعوديه، وهذاك اللبن ما خصنيش نغفل عليه على البوطه 3 سوايع. انا بحكم انني ما تنعش بزاف ساعه في النهار حرقته، هي تهز طبسيله تحرقني. مولات الدار قالت لي حنا كنستافدوا منهم، اللي حرقتي لينا ما كاينش منا تستافدوا. دوزت 3 شهور
قالوا لي غنساوي لك اقامه، ما كاين لا اقامه لا حتى شي حاجه. قلت لي كيفرضوا عليك تمارسي الجنس؟ اه بزز مني، يعني الدراري الصغار تيتعلموا فينا ولادهم ما كيقولوا لي حتى شي حاجه، يعني شغاله عندهم ما كتسوى لا شيء. شنو كيتعلموا الجنس بمختلف انواع الطرق، كيف تصبوا؟ اه حسبي الله ونعم الوكيل. يعني انني مشيت انني باش نقد داري من سيزي، ومشيتي تخدمي بشرف. مشيت نخدم بشرف، انا مشيت نخدم بدراعي، انا مشيت ندير غير الكوزينه، عاد كندير كل شيء، عاد كندير كل شيء الخيب والزوين، يعني ماشي الخاطري بزز مني وبالضرب بالحريق. الصباح مولات الدار كتضربني كتنوضني غير برجلها، كتضربني حتى كنوض واقفه. يعني عشت واحد 5 شهور في السعوديه ديال الجحيم، كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يوقف معايا والمحسنين. املي في الله سبحانه وتعالى كبير، لان ايماني بالله سبحانه وتعالى كبير. انا حاليا كنعيش في الزنقه، درت كروسه ديال الديسير ما خلانيش القيد، قالت لي نبيع لحمي، قال لي شغلك هذا. انا حاليا ما عندي حتى شي حد الا الله سبحانه وتعالى. عايشه في الزنقه دابا؟ عايشه في الزنقه بعد ما كنت بشغلي وبديالي، دابا انا داري في السيسي تحسبت عليا 7 المليون، وراهنا داري باش كملت الشيك ديال امي. يعني لا بغيت نخلص داري خاصني نخدم، وانا دابا الخدمه ما كايناش. انا املي في الله سبحانه وتعالى كبير وفي المحسنين انه يوقفوا معايا. وكيفاش كديري؟ قلتي لي فاش جيت من السعوديه قلتي لي 20 يوم بعدا وانتي في السعوديه. 22 يوم انا بالجوع في السعوديه، كنبات في الزنقه في السعوديه. اه في السعوديه كنبات في الزنقه من هاد 22 يوم، 7 ايام اللي بتنا في المكتب، حتى قطعوا لي البيي، قال لي بغيتي تصبري صبري، ما بغيتيش تصبري حنا ما عندناش الفلوس. البيي الرخيصه فيهم 76000 ريال، صافي خلصوها لي. جيت للمطار. شكون اللي خلصها لك؟ خلصوها لي الناس ديال المكتب اللي داروا لي التفويض. صيفطوني لمراكش، يعني انا كنسكن في كازا، صيفطوني لمراكش، يعني ما عندي سرير. وقف معايا الله سبحانه وتعالى والمغاربه في التصرفيه، يعني ما خلونيش الحمد لله. المهم ملي جيت انا لكازا حاليا كنبات في الزنقه. قلتي لي ملي جيتي لكازا على قوت الله اكبر، جيتي لكازا كنتي كتنعسي في ستاسيون؟ في ستاسيون ديال الرحمه. في كتنعسي في ستاسيون ديال الرحمه، ما انا فايقه ما انا نعسه، وكنصلي وكندعي وكنقول يا ربي تبعد عليا ولاد الحرام، انني ما بغاش شي حد يأذيني، لانني الخدمه ما لقيتهاش. انا بدراعي نخدم، بغيت لي وقف معايا. حاليا ازمه كورونا ما كاين لا خدمه لا حتى شي حاجه. انا بديت بغيت نبدا حياتي من جديد، ندير الكروسه ديال الديسيل، وداروا عليا الناس ما خلانيش القيد. وماماك فين كاينه دابا؟ ماما كاينه في عربيه، يعني امي حتى هي راه عايشه مع ولادها، يعني واخا تبغيني راه عايشه مع عيالات ولادها، ما يمكنش لا تشدني. ما كيسول فيك حد؟ ما كيسول فيا حتى شي، عندي خواتاتي ولكن ما كيسول فيا حتى شي حد، لانني ام عازبه ما غيسول فيا حتى شي حد، ما يسول فيا. بحال قلتي تخلاو عليك؟ تخلاو عليا. ملي كانت عندي الفلوس كان كلشي باغيني، دابا ملي كنعيش في الزنقه ما باغيني حتى شي حد، يعني الانسان بدون مال لا شيء. وانا مشيت للسعوديه على اساس انني باش نرجع داري ونخدم، يعني 86000 ريال انا فكرت غتخلص لي 3 طريطات ديال داري ونرجع داري، لحقيتاش ما كنتش باغا نعيش ولدي في درب غلف. درب غلف ان الناس مبليين وبيوت الكرا، قلت انا ندير علاش نرجع وندفع في دار. دفعت الحمد لله، لان فلوسي فلوس الحلال، دفعت خدمت في الماساج، خدمت في الحمام، خدمت في الريستو، خدمت في البيع والشراء، انا اي حاجه نديرها بدراعي الحمد لله. انا نخدم، لكن الوقت تقلب. الوقت على قلت الله اكبر، الوقت ما مساعداش. دابا حاليا كنعيش في الزنقه ما باغاش ندير الحرام، انا باغا املي في الله سبحانه وتعالى وفي المحسنين كبير انهم يوقفوا معايا باش نرجع داري الا بغات ترجع. انا ما يعطوني حتى شي حاجه، لانني هادشي اللي كنقول عندي دلائل عليه. انا اللي بغى يعطيني شي حاجه يعطيها لي البنكه، يمشي معايا للبنك. شحال كتسالك البنكه؟ كتسالني 7 المليون. غتمشي لك دارك على 7 المليون؟ غتمشي للدار. اه حيت ما بقيتش خلصت انا ملي دفع لي الشيك، وبقيت كنتسلف ونتكلف ورهان داري، مور الدار اللي راهن عندي، انا عارف ان عندي مشاكل في البنكه، ما بقاش بغى يخلصني حتى في الكرا، ما بقاش بغى يخلصني. وانا كنطلب من الله سبحانه وتعالى والمحسنين انهم يوقفوا معايا، لانني مراه يحسبوني خصهم، يحسبوني مهم، يحسبوني اي حاجه. انا ما بغاش ندير الحرام، انا باغا نخدم بذراعي.
الرقم ديالك 06-60-64-89 06-60-60-64-89 أنا من كثرة ما بكيت ما بقيتش باغي نبكي، ما بقيتش باغي نبكي، كنقول أنا يا ربي غيفرج عليا واحد النهار، لأنني عندي وليد وباغي نجيب ولدي عندي. ولدك ما معاكش؟ لا ما معايش، عطيته لباش غنوكلو نعيش أنا ويا في الزنقة، ما يمكنش أنا نعيش في الزنقة. آه نقدر، ولكن ولدي ما بغيش يشوف عليا شي حاجة في الزنقة، ما بغيتي. آه ما نقدرش نعيش ولدي في الزنقة. كتنعسي غير في الجرعة ديالك؟ آه في الجرعة. مرة مرة كنمشي عند صاحبتي، وصاحبتي عندها راجلها، يعني ما يمكنش لي كل نهار نمشي عند صاحبتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. الرقم ديالك؟ رقمي هو 06-60-64-89 06-60-60-70-64-89 هذا هو الرقم ديال السيدة اللي كتطلب من المحسنين من القلوب الرحيمة، وحنا أداة العشاء دابا كتطلب منهم أنهم يساعدوها. قاسات في حياتها بزاف، تعذبات في حياتها بزاف، خاصة قالتك في الفترة اللي قضاتها في السعودية تعرضت لمختلف أنواع التعذيب ما في ذلك الحرق، الاغتصاب، يعني أمور قاسحة اللي تعرضت لهم. كانت الأم ديالها مرضات، اضطرت أنها تعطي في المصحة الشيك ديال 9 مليون، مشات للسعودية كتخدم باش تخلص هذاك الشيك، جات لقاس الدار ديالها في سيزي لأنها ما خلصتش طريطات ديال الدار، كتسالها دابا 7 مليون، الدار ديالها غتباع في سيزي في السكن الاقتصادي، يعني ظروف قاسية كتمر بها، وهي حاليا كتعيش في الزنقة. قال لك ملي جيت في السعودية وأنا كان بزاف المرات كنبات في ستاسيون اللي كاينة في الرحمة، وكل مرة كنبات مرة في الولفة، مرة في سيدي معروف، مرة في المستقبل، مرة في درب غلف، يعني على حساب كل مرة. قالت لي كنتوضى كنصلي وكنقول يا ربي تحفظني، وكننعس كنتمناو يا ربي من المحسنين يتصلوا بهاد السيدة يشوفوا بها بعين الرحمة، لأنها تعذبات في الحياة ديالك. تفضلي. يعني هذا الشيء اللي قلت لكم عندي دلائل عليه، الشيك اللي عطيت لامي في الكلينيك وعلى داري، يعني انني ما كذبتش. الا بغيت يتعاطفوا معايا الناس ويديروني انني اختهم ولا امهم، انا كنبقى غير مرة، انا ما بغيتش نتكرفص حيت تكرفص بما فيه الكفايه، وانا املي في الله سبحانه وتعالى كبير بانها ترجع لي داري، لانني ما بغيتش نعصى الله ونتاحل. لا ان شاء الله، ان شاء الله ترجع لك دارك، وان شاء الله ما تكون حتى شي حاجه خايبه. والنداء ديالها قالت لك انا بغيت غير المحسنين، انا عندي الدلائل كامله، عندي عندها الشيك اللي عطات المصحه، عندها الدار انها غتخرج ليها في سيزي، يمشيو الناس معاها لابونك يشوفوا المسائل كاملين اللي بغى يخلص عليها. هي كتطلب غير انها تلقى دويره فين تحط الراس هي والابن ديالها. كنتمناو النداء ديالها يوصل للمحسنين. الرقم ديالك مرة أخرى 06-60-70-64-89 هذا هو الرقم ديال السيدة المساعدة، والله لا يضيع أجر المحسنين. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.